انطلق مشروع الساقية من بداية الشهر هذا الجاري، ويتضمن المشروع الآن استبدال الكبال المضروبة بكبال جديدة، وتركيب أجهزة LED 150 واط. المشروع طول 1700 متر. يتضمن المشروع إنارة الشارع بالكامل. تضمنت مشاريع التي تمت بمحافظة الرقة: طريق المشلب الكورنيش، الكورنيش الشمالي للمشلب، سوق الهال باب بغداد، من سوق الهال لباب بغداد، مدرسة حطين. أشكر بلدية الرقة على وهي إدارة الإنارة بقام المشروع هذا، مشروع إنارة الناجح من خلاله نور شوارع الرقة كلياته.